على فكره في المشهد ده هو كمان عيط، هو ليه كمال المشهد بنعيط. انا اتفاجئت بانه هو بيخرج عيط معانا. المشهد حلو قوي ومؤثر قوي، يمكن احنا ما سمعناش كلمه فيه، انما المشاعر اللي فيه واصله بتوصف لوحدها كان ممكن يكون في ايه قبل المشهد ده وبعده كمان في ايه. احساس حضرتك لما شفته بقى، يعني لما شفت العمل اللي كنت قلقان وانت شايف امكانيات صغيره، المخرج مهتم بكل شيء، ما فيش حد تاني معاه، كل الدلالات اللي مش مريحاك قوي او قبل ما اشوفه يعني مش هو مطمن دخل قوي. بيه مهرجان، يعني انا قبل ما اشوف الفيلم هو دخل بالفيلم مهرجان. قبل ما حضرتك تشوف قبل ما اشوف النسخه النهائيه. النسخه النهائيه وانا بيني وبينك كنت متخوف جدا طبعا جدا اتفرج، يعني كنت عمال اجل ان انا اتفرج لحد ما جتني ردود افعال من المهرجان من زمايلنا الصحفيين، لان المهرجان كان بره، كان بره مصر، وبعدين عرض اعتقد في مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، وبعتوا لي بقى ردود افعال الجمهور على الدور بتاعي وعلى ادائي بالتحديد، واللجنه اللي اتفرجت ومعظم الحضور اللي اتفرجوا. انا قلت لا ده انا لازم اشوفه، شجعك بقى ارتحت اتفرج شويه يعني. كده تقدر تشوف. هو بيعمل مثلا تجربه جديده، بس تجربه اكثر جنونا، تجربه مجنونه جدا 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 جدا، مش هقدر احكي تفاصيلها دلوقتي، بس انا لقيت برضو نفسي مدفوع لفكره انه عايز اخوض مع التجربه يعني. يعني ان شاء الله في مشاركه في فيلم جايه جديد جديده ان شاء الله ان شاء باذن الله، الله، بالتوفيق يا رب باذن ربنا الله لحضرتك يخليك. يا سمر طبعا سلام. ولمخرج العمل. بس خليني اسالك، وحضرتك بتقول قلقت ان انت تشوفه في الاول، بتنتقد نفسك لما بتتفرج على اعمالك؟ انا من في النادر ان اتفرج، ما هو اكيد من النادر ان تتفرج، لانك اكيد ما بتحبش ما تشوف اي بحبش خطأ، خالص صح؟ خالص. انا عايز اقول لك على حاجه او يمكن بتتضايق انا لما قلتها تحس. قبل كده. لا لا لا، انا بفضل ربنا الحمد لله اعتقد ان انا يعني حظيت ببعض النجاحات بالنسبه لاعمالي كمخرج كتير يعني، طبعا طبعا علامات يا ولا فندم. مره بفضل ربنا الحمد لله. يعني مثلا عندي برنامج الشهير اللي هو كان ساعة صفا ده، طبعا النهارده بينزل ترند على السوشيال ميديا بعد 20 سنه استاذ عمر، من عايزه اقول البرنامج. لحضرتك على حاجه، انا ما بيفوتش يوم غير لما لازم اشوف حلقه او حلقتين من ساعه صفا، الحمد حتى لله لو كنت شفت الحلقه دي 100 مره قبل كده، الحمد لله. واقول لحضرتك على ديالوجات وعلامات، وهقول لحضرتك استاذه مريم فخر الدين ممكن كانت لابسه ايه. لا برنامج علامه طبعا يا فندم. طب عندك يعني هتتفاجئي لما اقول لك انا ليه سبت سعد صفا ليه؟ وفي عز نجاحه. ليه؟ حسيت بانه انا مش مبسوط، مش يعني انا قعدت 9 سنين اعمل برنامج، 9 سنين دي مده مش قليله خالص يعني. طبعا انجح واكبر برامج الوطن العربي. فانا عندي مشكله ان عند كيرف معين كده للنجاح ببقى عايز اعمل ستوب. بتقلق ماذا بعد؟ يعني في نايل سينما كنت اعتقد بفضل ربنا برضو كنا محققين نجاح الى حد ما معقول. انا قررت ان انا اعتذر عن رئاسه القناه، ويعني ربنا يدي الصحه والعمر للدكتوره دريه شرف الدين، كانت معترضه تماما تماما، قالت لي مستحيل. فضلت 3 شهور لحد ما وافقت لي على اعتذاري عن على القناه، لحد ما كتبتها انا على الفيسبوك ان انا اعتذرت خلاص عن رئاسه قناه نايل سينما. ده حضرتك عكس ناس كتير قوي، ده في ناس اول ما تشوف النجاح تمسك فيه ما تسيبوش ابدا، وتفضل تمتصه وتمتصه وتمتصه الى ان تجيب، يعني تجيب اخره، لا أنا اللي هو دايما سواء منصب، متشوق، مكان، نجاح، عمل. أنا متشوق لتجربة جديدة، إن أنا أعمل حاجة تانية جديدة. كمان يعني زي ما حضرتك تفضلتي في البداية وقلتي إن أنا مؤمن بإنه تكرار النجاح فشل. يعني الواحد لما ينجح في حاجة خلاص تاخد وقتها، بس أنا مش معنى كده إن أنا بنتقد أي حد متمسك بنجاحه، ده الطبيعي، أنا اللي مش طبيعي يعني. فخلينا أقول إنها أزمة عندي. في لحظة معينة خلاص ببقى عايز أعمل حاجة تاني وأعمل حاجة جديدة، وعملت يعني بعد ساعة صفا عملت نايل سينما ببرامجه الناجحة كلها، استوديو طبعا مصر ونجم اليوم، وكانت فيه وخدنا جوائز، عملت المسلسلاتي على طبعا. قناة النيل للدراما حظ بنجاح كبير جدا الحمد لله. ف وبرنامج مشوار عمر اللي حضرتك على قناة النيل السابع برضه اكيد على اليوم هنتكلم عنه السابع. بالتفصيل في المراحل اللي جاية. بس عايز اسال حضرتك على حته الكارير شيفت اللي انت عملتها، تحول، لما قررت انه لا مش هفضل ورا الكاميرا بس، انا عايز اخوض تجربه التمثيل،
حضرتك ما قلقتش، ما خفتش من حاجه، ما حسيتش ان انت بتعمل ريسك او بتاخد ريسك او بتخوض مغامره مش عارف ايه يعني، او هتوصل بحضرتك لفين؟ حضرتك مستقر ومخرج كبير وعامل برامج زي ما قلنا كده علامات، علامات في الحمد لله. العالم الاعلامي العربي. الحمد لله. فلما تبدا من الاول وجديد فروم سكراتش في سن برضو يعني ناضج جدا، ما اقصدش حاجه والله لا العظيم، بس اللي انا تقصدي اقصده انه ايه، معاك، عايز اقول فاكر لك على حاجه، اجرب واقع، ما هو اجرب واقع، دي بتبقى كلنا هنكبر وكلنا هنمر بكل طبعا المراحل، طبعا وبعدين هي متعه انك تكبري وانت بتنجحي، انك تكبري وانت بتحققي احلامك وطموحاتك، وطول ما الواحد عنده سلام نفسي وتصالح بينه وبين ده الاخرين حقيقي. وربنا سبحانه وتعالى في علاقه بتربطه بيه عظيمه، فليذهب اي شيء بقى زي انا ما عايزه عايز اقول لحضرتك ان يذهب. حضرتك اجرأ من ناس كتير قوي، وعندك روح المغامره دي يعني كتير قوي بيفتقدوها وبتخسرهم حاجات كتير في حياتهم، ان احنا قاعدين في السيف سايد دايما، انا قاعد في المكان اللي انا اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، مش هعمل حاجه انا ما اعرفهاش. لا حضرتك غامرت وما شاء الله في كل مغامره كنت بتثبت نجاح اكبر من الحمد اللي لله. قبله. هقول لك على حاجه، وقت ما كنت بعمل ساعه صفا في الاي ار تي كانت مع النجمه الجميله صفاء الكبيره طبعا، نجمه صفاء بالسعود، الأستاذة وصفاء صفاء بالسعود بالسعود يعني طبعا صاحبه المحطه يعني، طبعا، وكان من اكبر البرامج اللي موجوده في المحطه. بوجه لها كل التحية تخيلي طبعا طبعا كل سنه وهي طيبه طبعا. واهلا بالعيد. أهلا بالعيد أكيد. وانا بعمل ساعه صفا وهو في قمه نجاحه، استهوتني تجربه اخرى في قناه كانوا لما يحبوا يعاقبوا حد يبعتوا ليها، عارفه لما يبعتوا الضابط الصعيد كده ولا حاجه. فانا رحت قناه اسمها قناه اقرا، قناه تقدم محتوى ديني، نسب مشاهده متواضعه يعني البرامج اللي بتتقدم فاكراها فيها. رحت رايح لاقرا وقررت ان انا اقدم تجربه اسمها قبل ان تحاسبوا، مع الاستاذه بسمه هبه وكان بسمه طبعا. لسه لم تقدم برامج على الاطلاق، لدرجه انا فاكر ان احنا قعدنا 6 شهور كامله بجهزها واعدها كمذيعه، وانا كنت بدور على وجه جديد، يعني انا عايز اعمل برنامج مع حد ما قدمش قبل كده خالص. كنت فين انا يا استاذ عمر في الوقت ده؟ تنوري. يعني ده من سوء حظي ان انا لا ما لحقتش يعني احساسي بان الايام انا الحلوه دي. يعني بعمل ساعه صفا مع نجمه كبيره بحجم صفاء ابو السعود، فكنت عايز اجرب نفسي بقى مع حد مش معروف في قناه مش معروفه قوي ببرنامج فيه محتوى اجتماعي ديني. ساعه صفا قبل ان تحاسبه في وقت من الاوقات كان بينافس ساعه صفا، بينافسه. فهو فكره انك المتعه في انك تغامري وانك تجازفي، لانه في الاول وفي الاخر الارزاق بتاع ربنا، وانا وهبت حياتي كلها للمهنه دي للشغلانه دي، فما كانش عندي حاجه اخاف عليها يعني، ما بخافش بفضل ربنا حياة الحمد ما شاء لله. الله محقق ما شاء الله نجاح كبير في كل مرحلة حضرتك عديت بيها، وفي كل الحمد اختيار لله. حضرتك اخترته سواء الإخراج أو التمثيل، أي مرحلة حضرتك عديت بيها حضرتك ما الحمد شاء الله لله الحمد لله محقق ماشي. فيها نجاح كبير قوي.